أهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من هنا بيروت. كيف يتحضر المرشحون إلى الانتخابات النيابية المفترضة بعد أسبوعين أو بعد أقل من أسبوعين، الانتخابات في لبنان، أما انتخابات المغتربين فهي بعد أيام قليلة. كيف يبدو هذا المشهد، المعارك الانتخابية في عدد من الدوائر؟ اليوم في عندي عدد من الضيوف في هذه الحلقة رح يتقسموا تباعا. الضيفة الأولى، أهلا وسهلا فيك، زينة منذر، المحامية المرشحة عن مقعد الدرزي في بيروت الثانية على لائحة بيروت بدها. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك جوزيفين. تبعناك بأكثر من محطة، وبعرف أنك عم تعملي جولات على يعني ببيروت عن المقعد الدرزي انت. نعم. عندك منافسين كثير جديين، يعني جديين اقصد بمعنى انه عندهم فرص كثير بالفوز، اللي هن نسيب الجوهري المدعوم من الثنائي الشيعي، وعندك فيصل الصايغي اللي هو دائما بيكون بالتوافق بين الرئيس بري وال وليد جنبلاط رئيس حزب التقدم الاشتراكي. اليوم زينة، ليش عم تخوض هذه المعركة وعندها هالقد شخصين إذا بدك مدعومين من قوى سياسية هالقد كبيرة؟ نعم، أول شيء بدي أتوجه جوزيفين لجميع المسلمين وعيدهم بعيد الفطر، وإن شاء الله بتنعاد علينا جميعا بأيام أفضل. ثاني شيء بدي أقول لك إنه نحن هلأ أمام معركة كتير كبيرة، يعني نحن أمام خيارين ما إلهم ثالث. خيار إنه نرجع نصوت للمنظومة اللي أوصلتنا للانهيار الاقتصادي التام والانهيار السياسي التام، اللي خلت الجوع وشبح الجوع يفوت على بيت كل لبناني، حرمت اللبنانيين من الدواء، حرمتهم من الطبابة ومن التعليم. أو أمام خيار تاني إنه هو نختار أشخاص تغييريين جدد حاملين هم المواطن اللبناني وجايين من رحم الثورة ومن الشارع، من بين المواطنين اللبنانيين وحاسين بوجعهم. هذه المعركة ما لنا معركة مقتصرة على الأحزاب التقليدية اللي كانت بالقبل، هذه معركة مفتوحة لجميع الشعب اللبناني، لاسيما وأنه الحراك الشعبي اللي صار أنتج وعي وفكر سياسي جديد عم بيحضر لهوية جديدة للبنان. من هيك أنا بعتبر حالي معنية مثل أي مواطن لبناني بالوضع والانهيار الاقتصادي اللي وصلنا له، وبعتبر أنه أنا هلأ أمام واجب وطني مثل غيري، وكل واحد عنده قدرة أنه يقدر يساعد بموجبة أهله ووطنه وأهل بلده. ما مفروض يسكت، ما مفروض يقعد، سواء بالانتخاب. نعم. سواء بالترشح بأي طريقة كانت. بقى أكيد مرشحين من كلهم كل الاحترام والتقدير، بس نحن أمام معركة ديمقراطية، الشعب هو اللي بيقرر مين بده يوصل بهذه المعركة. شو يعني تغييريين؟ يعني هلأ اللي بيسمعوك شو يعني؟ كيف يعني زينة منذر مرشحة تغييرية؟ كيف يعني قوى تغييرية؟ أول شيء خبرينا أكثر إنه أنت شو هي المحطات يلي مرقت فيها؟ أنت محامية. نعم. بس شو هن المحطات اللي مرقت فيها حد الناس بالثورة 17/20 مثلاً، أو ما بعرف وين، هلأ حضرتك بتشرحي لنا. وفي البعض عرفت إنه عم ينتقدوك إنك نازلة على لائحة يرأس النائب فؤاد المخزومي اللي هو نائب من النواب وصار له فترة نائب. جوزيفين بزعل كتير وقتها يقولوا لي انه انت نازله على لائحه مخصومه اللي هو يعتبر احد اركان السلطه، وانت لو انك تغييريه وبتهدفي للتغيير ما كنت بتنزلي على لائحه فيها حدا من السلطه السابقه. بس انا هون بدي ميز بين السلطه ومن كان فعلا بقلب هيدي السلطه، وبين الموقع النيابي اللي ما صح له انه يتبوأ سلطه معينه. بال 2018 فؤاد مخزومي فات على الانتخابات، ربح وعمل نايب. خلال هيدي الفتره الاربع سنين تعطل مجلس النواب خلال جائحة كورونا وخلال الثورة. بهدول الأربع سنين أنا هلأ مني بمعرض أنه دافع عن فؤاد مخزومي، لأنه هو بيعرف كتير يدافع عن حاله، بس أنا لأنه هيدا الشيء عم بيطالني مباشرة وشخصيا بدي أسمح لحالي أنه أحكي شوي عن إنجازات فؤاد مخزومي. قدم 6 اقتراحات قوانين بهيدي الفترة اللي هي فترة سنة ونص أنجأ فعليا اشتغل فيها مجلس النواب.
قام بالمساءلة وخاصة فيما يتعلق بحاكم مصرف لبنان خلال انفجار المرفأ، كان من أول الداعمين لضحايا المرفأ، لو ما تواجد هو فعليا على الأرض، بس بعت جماعات من عنده تابعين له لحتى يساعده بهذا الموضوع. بس كيف كان داعم لهم بالتحقيق مثلا؟ بالتحقيق بتفجير المرفأ. التحقيق بتفجير المرفأ كلنا بنعرف انه هيدي قصة سياسية كتير كبيرة، والرئيس بيطار بدأت محاربته من وقتها، بعت ورا المسؤولين والسياسيين اللي اعتبر انه لهم ضلوع بهيدي الجريمة بس ما حكم عليهم، بعت وراهم لحتى يستمع لآرائهم ولحتى يستجوبهم. قامت لأيامة وما قعدت، بلشوا يحاربوه أول شيء بالطرق الميليشياوية، بالطرق السياسية، رجعوا انتقلوا للطرق القضائية المدارة سياسيا من قبل بعض القضاة. هذا الموضوع كتير ناس جربوا أنه يوقفوا مع الرئيس بيطار، بس بالنهاية عندك منظومة كتير كبيرة حاكم البلد، وكلنا بنعرف كيف حاكم هيدا البلد، عم تقدر تأثر سياسيا بتدخلاتها السياسية على القضاء وسلوك القضاء واستقلالية القضاء. يعني أنت برأيك أنه فؤاد مخزومي منه مشارك، منه جزء من هذه السلطة، هو نايب من 2018 لليوم، ما لحق يكون هو جزء من هذه السلطة، وبالتالي عم تجاوبي على كل الانتقادات يلي عم توصلك أنه زينة منذر، أنه أنت كيف تصنفين نفسك مرشحة تغييرية وأنت على لائحة فؤاد مخزومي؟ نعم أنا تفضلي. لا تفضلي، انا بدي تكفي بالمحطات اللي انت ليش على اساسها بتصنف نفسك مرشحه تغييريه. لانه اول شيء حكينا عن رئيس اللائحه، نحن اللائحه مكونه من 10 اشخاص كلهم من خيره ابناء بيروت، وكلهم كلهم العشر اشخاص بيتمتعوا بحس وطني كثير كبير. أكتريتنا شاركوا بثورة 17 تشرين وكانوا من بين الداعمين وكانوا على الأرض مع الثوار. تاني شيء، أنا بهيدي قصة التغييرين وقصة الثوار بعتقد أنه ما في حدا بده فحص دم بالوطنية وبحب الوطن، لأنه جميع اللي ثاروا إذا ما شاركوا بالثورة على بالساحات وعلى أرض الوطن ثاروا بطريقتهم. اللي عنده مطاعم سكرت مطاعمه وضلوا كل هيدي الفترة متحمل مسؤولية الموظفين اللي عنده، أنا بعتبر إنه هيدا من أحد الثوار اللي كمان. وعندكم شارك على اللايحة فيه هيك في نعم، عندنا أستاذ كريم شبقلو، عندك الطبيب اللي من خلال عمله الإنساني وتوجهه لكل الشعب اللبناني ومساعدة المساعدات الإنسانية اللي كان يقدمها، أنا بعتبر إنه هيدا ثار بطريقة معينة. عندك المحامي اللي ساعد كتير بقصة التوقيفات والتوقيفات الغير قانونية، كمان بعتبر انه ثار. عداك عن المشاركه على ارض الواقع، انت محامية توكلتي عن عدد من وقت الموقوفين. انا جوزيفين ما بدي احكي عن حالي وما بحب اصلا ضوي على القصص اللي بعملها، بس انا بقول انه ما في حدا بده فحص دم بالوطنيه وبثورته على هذا الوضع البشع اللي نحن وصلنا له، لانه بعتبر انا كل لبناني ثائر وكل لبناني مرق بهيدي التجربه يعتبر انه خاض هيدي العمليه. قبل ما نحكي بالعناوين السياسيه، لانه بدنا نحكي شوي هلا المفتي في خطبة العيد دعا إلى الاقتراع، ويبدو أنه الساحة عم تتغير، إذا بدي الساحة يعني بنقصد أنه نحن أنه كان على أساس أنه في بيئة تيار المستقبل أو البيئة السنية، يعني اللي هي أكثر لتيار المستقبل منكفئة بسبب قرار سعد الحريري، اليوم ما بعرف قديش رح تغير من بعد الدعوات إلى الاقتراع، المشاركة بالاقتراع. قبل ما ننتقل للموضوع السياسي وتنافسكم مع عدد من اللوائح البيروتية بعناوين سياسية، بدي أحكيك شوي عن الحملات اللي عم تعملوها كلائحة. لائحة بيروت بدها قلب، كتير في انتقادات أنه في كتير تحت العنوان الاجتماعي والاقتصادي والضائقة الاقتصادية اللي عم بيعاني منها المواطن، تبدو وكأنه هذه المساعدات الاجتماعية وكأنها رشوة للبنانيين وللناخبين لحتى يصوتوا لكم، لدرجة أنه انتقدوكم حتى على هذا اليوم يلي عملتوه خصصتوه للنساء لحتى يعملوا شعرون. يعني في أكثر إذا بدك من مبادرة قمتم بها، ولو كانت بالناحية الاجتماعية يمكن هي عندها فائدة طبعا، بس أنه لأنه نحن قبل انتخابات نيابية كانت كأنها رشوة للبنانيين أو للبيروتيين.
جوزيفين مؤسسة مخزومي صار لها سنين بتعنى بالشأن الاجتماعي والإنساني، وبس بالقبل ما كانوا يضووا على شو بتعمل مؤسسة مخزومي، لأنه هذه المؤسسة هدفها إنساني بامتياز، ما هي ما فيها تعمل عمل خير وتضوي عليه. بس نتيجة هلأ الوضع الانتخابي اللي صاير، ونتيجة المنافسات الانتخابية وكثرة اللوائح، ونتيجة خوف السلطة من وصول ناس تغييريين، صار تكبر الإشاعات، صاروا يضووا على قصص لحتى يبينوا اللائحة بشكل ضعيف، بالأخص إذا هيدي اللائحة لها حظوظ كتير كبيرة إنه توصل. بقى هيدي الأعمال الإنسانية والاجتماعية منا جديدة ومنا مستجدة، وثائبت إنه إجا الشهر الفضيل، وبهذا الشهر الفضيل في عادة صار له زمان كتير إنه يصير في مساعدة للعيال المحتاجة، وما أكثرهم هلأ يعني. نعم. يعني كل واحد إذا واحد صار عم يعمل عمل خير صار يتهم بأنه هو عم يرشي العالم. تأسف لهذا الموضوع، بس ما بيأثر، لأنه نحن عن جد عم نواجه وعم نحارب بالأخص من قبل السلطة. لأنه من مين؟ هذه المنظومة اللي كانت قبل مين سميلي، لأنه أنتوا هلأ كم لائحة ببيروت؟ في كتير لوائح، 10 لوائح جوزيفين، 10 لوائح ببيروت. في لائحة يدعم الرئيس السنيورة، في لائحة لأستاذ نبيل بدر، وفي يعني في لائحة لألكن، في لائحة مجتمع بدر. نعم. يعني نعم. في عدة لوائح، في لائحة ثنائي الشيعان. شرحيني مين عم بحاربكن؟ كل من ساهم، كل من ساهم وشارك وخطط ونفذ وصمت على الوضع الاقتصادي اللي نحن هلا وصلنا له، ومن مصلحته انه يبقى بالحكم وبالمنظومه الحاكمه لحتى يغطي عمليه فساده، سواء عبر تعطيل التدقيق الجنائي والسريه المصرفيه، له مصلحه انه يحارب اي شخص جديد بده يوصل، خوفا من كشفه وكشف فساده. كل شخص بينتمي لهيدي المنظومه اكيد له مصلحه يحارب التغييريين، وهذا اللي عم بيصير. طيب خبريني شوي عن هلا الارض، انتوا عم تعملوا جولاتكم على الارض، كيف تبدو يعني هذه البيئه، الشارع البيروتي كيف عم يتفاعل معكم؟ في دعوات اليوم من المفتي للاقتراع، كيف هذا الشيء رح ينعكس عليكم؟ هلا نحن كلنا ثقه بوعي الشارع البيروتي، بالاخص بعد المرحله اللي وصلنا لها. يعني صحيح الرئيس الحريري دعا، مش دعا، هو قرر الاعتكاف او تعليق عمله السياسي لفتره معينه، بس ما بتصور انه الرئيس الحريري دعا حدا من مناصريه لعدم الاقتراع، والدليل انه المفتي بخطبه العيد دعاهم بشكل كتير جدي انه ينزلوا ويقترعوا وينتخبوا ويمارسوا هذا الواجب الوطني اللي عليهم كلهم. كمان في تويتس للسفير السعودي كمان بشكل غير مباشر عم يدعي للاقتراع. نعم. والانتخاب. هل هذا الشيء لمصلحتكم ولا لمصلحه اللائحه التي يدعمها الرئيس فؤاد السنيوره برايك؟ جوزيفين بغض النظر هذا الموضوع لمصلحه مين، نحن اهم شيء المصلحه الوطنيه، وهذه مصلحه الوطن تكون اكبر من مصالح الشخصيه ومصالح مين بده يوصل. نحن براينا كل شخص بيوصل وهو واصل لحتى يشتغل لهذا البلد ولمصلحه بيروت واهل بيروت، ما عندنا مشكل معه ابدا، وكل شخص بيتمتع بالسياده حتى لو كان مدعو من الثنائي الشيعي. لما يكون شخص هالقد سيادة اكيد مش رح يكون مدعوم من الثنائي الشيعي، لانه انت عندك فريقين، فريق سيادة وفريق عم يشتغل لمشروع عقائدي صار له سنين. بقى ما هو مفهوم السيادة هلا صار يعني نسبي، يعني كل فريق بيعتبر نفسه سيادة، فريق الثنائي الشيعي يعتبر نفسه انه سيادة لانه يحافظ على السيادة اللبنانية من من الحرب الاسرائيلية والتعديات الاسرائيلية والخروقات الاسرائيلية، وانتم بتعتبروا حالكم سياديين لانكم ترفضون وجود سلاح خارج سلاح الدوله. يعني بس انا بعتبر يعني كل فريق بيعتبر نعم نفسه. بس انا بعتبر انه العدو الاكبر للبنان وللشعب اللبناني هو الفساد، وهو الفساد أكبر اللي وصل من اسرائيل. هيدا اكبر عدو حاليا للشعب اللبناني. لانه اسرائيل اوكي هي عدو، اكيد عدو وعدو دائم، بس هيدا العدو هلا قاعد على جنب وعم يتفرج علينا وعم بيشوف كيف نحن عم نتقاتل بين بعض وكيف عم نخدم له مصالحه بشكل غير مباشر من خلال نحن عدم اتفاقنا على آلية وحدة. انا من خلال جولاتي على الارض جوزيفين عم شوف قد ايه وجع اللبناني انت بتحكيه هلا بالنزاع، في كثير عم يطلعوا يحكوا نحن منهم بنزع سلاح حزب الله، بس اللبناني ما بقى همه هذا الموضوع، همه تامني له احتياجاته اليوميه، تامني له معيشته، معيشه اولاده، تامني له الطبابه، تامني له التعليم. شبعنا شعارات، تعبنا الشعب اللبناني تعب،
قاعد عم يسأل هلا عن الأولويات تبعيته قبل السياسات الكبرى اللي محكومة من دول كتير كبيرة وكتير أكبر منا. خلينا نبلش نحن نهتم بالمواطن اللبناني كمواطن ونأمن له أدنى حقوقه. كهرباء 10 أيام صار لمقطوعة عن بيروت، ما حدا بيسأل عن البيروتي، مش بس عن بيروت، عن لبنان بأكمله. بس أنا عم بعطيك إكزامبل المنطقة اللي أنا فيها. بقى المواطن اللبناني من خلال جولاتنا ما بقى همه هيدي الأمور وما بقى همه هيدي الشعارات، همه الكبير. بس أنتوا هيدي واحدة من شعاراتكم طبعا، لأنه أنت عندك برنامج سياسي وعندك برنامج ذو شق اجتماعي واقتصادي. اللبناني صار مهتم للبرنامج الاجتماعي والاقتصادي، صار عنده أولوية قبل البرنامج السياسي. نعم. طيب قديش هذا الخطاب اليوم عم بلاقي إذا بدك تفاعل مع الشارع البيروتي، خصوصا أنه يعني عم نحكي عن الشارع البيروتي، وهو شارع البيروتي هو مقسم. يعني نعرف أنه مرشحي الثنائي الشيعي بعام 2018 جابوا نسب عالية جدا، يعني وحتى أكثر من بعض المرشحين السنة يعني. وكان رقم فائع كثير، وبالتالي في جزء كبير من هذا الشارع البيروتي عم بيصوت للثنائي الشيعي. كيف عم يتفاعلوا معكم؟ كيف عم يعني كيف عم تشوفوا ردود الفعل؟ أول شيء خلينا نبلش من نقطة أنه نسبة المشاركة بال 2018 اقتصرت على أقل من 40% من نسبة المقترعين بشكل عام. ونحن نعرف كتير منيح أنه الثنائي الشيعي وقت يعطي إعاز لمناصريه أنه ينتخبوا، بينزلوا بينتخبوا بيلتزموا بهذا الإعاز الموجه لهم، على عكس أهالي بيروت، لأنه أهالي بيروت عندهم شوي كسل بهذا الموضوع، والانتخابات أثبتت هذا الشيء. انه نسبة الاقتراع ما كانت عم تحكي عن اهل بيروت من يعني من اي طائفة، يعني عم تقول انه ثنائي الشيعي يعني عندما يقول لي مناصرين من الطائفة الشيعية. نحن بدنا يعني هيدا قانون الانتخاب فرض علينا للاسف انه نحكي بطريقه طائفيه. نعم. علما انه نحن مفروض نطلع من هيدا الموضوع. بس جماعه السلطه كلهم بجميع اطيافهم فصلوا هيدا القانون على قدهم لحتى يرجعوا يوصلوا هن ذاتهم بالانتخابات، مما اضطرنا اكثر وبشكل اكبر بكثير انه نحكي طائفيا اكثر ما كنا نعمل قبل. طبعا الشارع السني، انا عم بحكي عن الشارع السني اللي ما شارك بكثافه بالانتخابات، على عكس الشارع الشيعي البيروتي. يعني هون طب اليوم ما الذي تغير؟ يعني اليوم شو هو الشيء اللي تغير؟ لا بل منهم من يرى بقرار الرئيس سعد الحريري يعني سبب اضافي ل زبدك انه انكفاء الشارع. نعم. السني اللي تغير هذا قبل ما نشوف حركه السفير السعودي والمفتي. نعم. بس اللي تغير هي التحركات الشعبية اللي صارت، واللي قلت لك أنتجت وعي وفكر جديد، فكر سياسي جديد. ما بقى فينا نتغاضى عنهم. نحن قدام الجوع اللي فات على كل بيت، ما بقى فينا هالقد نغض النظر عن احتياجات اللبنانيين. صار الشعب عنده وعي، عنده حد أدنى من الوعي لحتى يقدر يختار ويعرف يختار. أنا عم بحكيك من خلال جولاتي على البيوت وعلى الدياسبورا عبر الزوم ميتينجز اللي عم نعملهم. كيف عم تلاقي ردود الفعل مع المغتربين؟ المغتربين وين عملت اجتماعات؟ بأي بلدان؟ الإمارات، فرنسا، السعودية. عم نعمل زوم ميتينجز معهم ونشوف شو هن تطلعاتهم وكيف توجهاتهم. المغتربين حاسين بوجعنا أكثر ما نحن موجوعين، لأنه هن عم بيراقبوا من برا وعم بيشوفوا وصار عندهم وعي كتير كبير. وأكيد أكيد بدها تتغير. يعني هذا التصويت، تصور أنه بدائرة بيروت الثانية عندك 28 ألف ناخب مسجلين بالاغتراب، هدول بيوصلوا لك نايبين أو ثلاث نواب على البرلمان إذا انتخبوا. هدول المسجلين. نعم. أنا عم بحكي عن المسجلين. صحيح. يعني هدول ليتسجلوا يعني أكيد عندهم نية أنه ينتخب. عندهم نية أنه ينتخب. هذا قبل ما نشوف بعض المشاكل ببعض الأقلام يعني بالاغتراب، ولنشوف إذا الناس قادرة توصل على الأقلام أو لا. طيب بس تبرمي عليهم، شو بتقولي لهم؟ شو برنامجك؟ أنا قبل ما أحكي ببرنامجي، نحن كم مرشح يعني شوفي قدي عدد المرشحين. كل مرشح عنده برنامج انتخابي وعنده مشروع انتخابي، وأنا لحتى ما ضيع وقت الناس كلهم معلنين على السوشيال ميديا. بس نحن قبل ما نحكي بالمشاريع الانتخابية خلينا نحكي عن وعي اللبنانيين لحتى يقدروا يوصلوا كتلة وازنة عندها نفس الأهداف على مجلس النواب تقدر تأخذ قرارات. لأنه أنا هلأ فيي أعطيك جردة وليستة من المشاريع اللي ما حقدر أعمل شيء منها إذا وصلت لوحدة أو وصلت أنا وأربعة خمسة مثلي.
خلينا نحن نحكي كيف بدنا نوصل ومين بده يوصل والعدد التغيير اللي بده يوصل لحتى يقدر يعلي الصوت ويطالب. قديش متوقعين يعني هلا في سونداجات كثير شركات الاستطلاع عم بتطلع كل جمعه سونداج وكل جمعه اذا بدك عم يتغير شوي لانه نسبه الاقتراع بتبين انه عم تعلى. ما بعرف اذا انا غلطانه. صحيح. قولي لي خبريني عن بيروت الثانيه شو الوضع؟ شو السونداجات؟ يعني الاستطلاعات على شو بدل؟ اول شيء كنت عم تقولي لي بال 2018 كانت نسبه الاقتراع واطيه، اليوم تغيرت، قديش عم بتشير شركات الاستطلاع قد ايه عم بتشير انه توقعاتها قديش رح تكون نسبه الاقتراع؟ وانتم كليحة ما كانتكم الانتخابيه شو عم بتقلكم؟ جوزيفين مثل ما حضرتك بتعرفي وهلا تفضلتي بهذا الحكي انه كل يوم السونداجات عم تتغير، لانه كل يوم في عندك شيء جديد عم بحرك هيدا الشارع، وكل العالم هلا بانتظار ايعاز من الرئيس الحريري لحتى يشوفوا هو وين توجهه، واذا عن جد بده يدعي مناصريه لحتى يقترع. صحيح المعلومات انه عم يتعرض لضغط لدعوه مناصرينه للاقتراع، في كلام هلا عن انه من بعد حركه السفير السعودي ومن بعد خطبه المفتي دريان في كلام انه سيطلب من الرئيس سعد الحريري سيقوم هو بمبادره يعني اللي هو ولكنه سيدعو في اللحظه الاخيره مناصرينه الى الاقتراع بغض النظر يعني اكيد مش رح يكون لمصلحتكم بس معنا مشكل جوزيفين مهم مهم العالم تمارس واجبها بالاقتراع وتوصل الناس اللي هي بتلاقيها بتمثلها يعني مين ما وصل بس مهم انت على القليل عملتي واجبك تجاه وطنك تجاه اولادك تجاه حالك لحتى هن يوصلوا اللي بدهم اياه. هيدي عمليه ديمقراطيه بالنهايه، نحن ما جايين عم ننتزع الصوت من حدا، نحن علينا نعرف نحن مين ونحن نحط شو مشروعنا ونخبر الناس عنا مثل ما غيرنا عم بخبروا الناس عنهم، والخيار هيدا بيرجع كله على عاتق الناخب اللبناني هو اللي بيقرر مين بده يوصل ونحن بنحترم جميع الاراء. انتوا على لائحه مجموعه من المحامين رجال الاعمال وهيك هيك انا انتبهت كانه وفي طبعا النائب فؤاد المخزومي يرأس اللائحه. انتم قررتوا تكون هذه اللائحه مشكله من هذه النوعيه من الاختصاصات لتكون اقرب للناس او كيف او لتكون اقرب لتحاكي البرنامج تبعكم؟ اشرحي لي اكثر. نعم نحن البرنامج اللي واضعينه واللي اشتغلنا عليه لفتره كثير طويله يحاكي متطلبات الشعب اللبناني بجميع اطيافه. بس هلا ايه بس هلا يعني اذا بدي اسالك دغري بشكل عملي ايه يعني بكره اذا طلع منكم اثنين او ثلاثه بدي افترض نواب شو هن البرامج اللي محضرينها يلي عم تحكوا فيها مع الناخب البيروتي انه نحن محضرين هول البرامج كرمالكم؟ نحن بهذا البرنامج الانتخابي هو مكون من 29 صفحة بحاكي كتير أمور بتهم المواطن اللبناني بشكل عام والمواطن البيروتي بشكل خاص. من هيك ارتقينا أنه مفروض تكون هذه اللائحة مكونة من جميع الاختصاصات، لأنه اللي بيوصل مكونة من الطبيب، من المهندس، من المحامي، من صاحب المطاعم اللي بيهتم بالسياحة، من دكاترة الجامعات، من الناس اللي كانوا برحم الثورة، من المهندسين. كل واحد بيوصل من هيدي اللائحة أكيد رح يكون ممثل لجميع الأعضاء الموجودين باللائحة ونائل كل أفكارهم وكل تطلعاتهم وكل أهدافهم، وبالنهاية مين ما يوصل منا كأنه وصلوا الكل، بس أكيد نحن بنتمنى أنه نوصل بعدد كافي لحتى نقدر ننفذ البرنامج اللي حاطينه نصب أعيننا لخدمة أهل بيروت. واللي هو بيبدأ بشو؟ بالقصص الاجتماعية؟ قصص اجتماعية، قصص خلينا نبلش باستقلالية القضاء مثلا، بإعادة أموال المودعين، بالنقل العام، بقانون الإيجارات اللي مشكل أزمة على صعيد بيروت بكامله. عندك كتير نقاط على الجامعة اللبنانية، على التعليم، شو بدك يعني كل شيء بهم هيدا المواطن. نعم. اللبناني نحن لاحظينه ببرنامجنا، مش بس لاحظينه كفكره لانه. نعم. حاطين حل لكل فكره. طيب انتم بتقولوا عن حالكم انه انتم مرشحين تغييريين، في عدد من الدوائر، في كمان ببيروت في لوائح ثانيه هي لوائح كمان بتقول عن حالها يعني تغييريه وهي من رحم المجتمع المدني. لفتني اليوم بيروت مدينتي هلا عم بسمع انسحبت من ليه قولك؟
انا ما بعرف اذا عندك معلومات. انا هلا كنت عم بسمع الخبر قبل ما نفوت على الاستوديو وما عرف التفاصيل، بقى ما بسمح لحالي احكي لشي ما عندي تفاصيل عنه. بعدد من الدوائر في لوائح من المجتمع المدني، وفي عدد من الدوائر في اذا بدك مترابطين هذه اللوائح، في لوائح مترابطه لوائح لا، وكانه في مشروع واحد عم يركب اذا بدك من عدد من الدوائر لحتى بعد الانتخابات النيابيه اللي ربحانين ما يكونوا كل واحد ربحان لحاله انه ما بيقدر يغير، يعملوا كتله نيابيه تكون هي لها دور بمجلس النواب المقبل. انتم وين من هذه المعادله؟ انتم بتسموا حالكم تغييريين، هل بعد الانتخابات النيابيه رح تكونوا ضمن هذه الكتله يلي طلعت تحت شعار ضد قوى السلطة لحتى تكون بعدين هي الكتلة المرشحة لمجلس النواب، لأنه عنا رح يصير أكثريتين وكتلة وازنة؟ هون بنرجع للوعي والفكر السياسي اللي نتج عن حراك 17 تشرين واللي أنتج عدة ناس عم بحضروا لنخب حاكمة. نحن أكيد إذا وصلنا رح نتحالف مع كل من يريد مصلحة لبنان وسيادة لبنان عنده فوق كل اعتبار، ما عندنا مشكل. نحن طالما أنت عم تشتغلي بحس وطني وجاي لحتى تخدمي هيدا الوطن، أكيد لما توصلي على مركز السلطة وعلى سدة القرار مضطرة تعملي تحالفات مع الناس اللي بيشبهوك، الناس اللي حاملين مشاريعك، هيدا أمر طبيعي ولابد منه أكيد. طيب قبل ما نخطب أنا وياك بعد عنا كم دقيقة، قديش مهم انك انت اول مره بتترشحي؟ انا ثاني مره بترشح، ترشحت 2018 كمان مع فؤاد مخزومي، كان اسمها اللائحه لبنان حرزين. وهلا انت عم تترشحي مجددا، حتى لو ما يعني ما حالفك الحظ وهيك، انتوا رح تعملوا شيء حركه مثلا من هول مجموعه الشخصيات اللي عندها عدة اختصاصات، تنوع اختصاصات لتكونوا حركة سياسية، أو هو لقاءكم هو فقط على اللائحة الانتخابية رح يكون؟ أنا بال 2018 ترشحت مثل ما هلأ قلت لك جوزيفين على لائحة فؤاد مخزومي، بوقتها ما توفقت بس ما توقفت، لأنه أنا حضرت بهذه الفترة خلال 4 سنين، لأن من خلال تعطيه مع الناس وجودي على الأرض حسيت بمتطلبات الناس وحضرت لمشاريع قوانين أقدر إذا وصلت أقدمها وأخدم فيها. نحن بهذه اللائحة منا ملتزمين سياسيا مع حدا، نحن كلنا أشخاص مستقلين، وهذا اللي بيميز هذه اللائحة، وهذا اللي بيميز فؤاد مخزومي إنه أصر إنه أنتم مستقلين بتضلكم مثل ما بدكم، أنا ما فيه أربطكم. إذا أنتم ما عندكم قناعة إنكم تعملوا الشيء اللي أنتم عم تطمحوا له، يعني أنا ما فيه أجبر حدا، بقى كل واحد حر مستقل قراره لإله، ما بيلزموا شيء. اللي بيلزمنا انا بسمح لحالي احكي عن العشرة اللي معي، عن التسعة اللي معي على اللائحة غير فؤاد مخزومي، اللي بيكبلنا وبيلزمنا هو محبتنا لوطننا وحبنا لسيادة الوطن. بس قصدي انه مش رح تعملوا اي حركة سياسية من بعد الانتخابات تأسس ولا شيء يعني؟ نحن الحركة اللي ناويين نعملها هي حركة اجتماعية إنسانية نقدر نخدم فيها بيروت وأهل بيروت. طيب بدي أشكرك، بدك تختم بدي شيء. نعم بدي أنا بس بدي أتوجه، بما أنه نحن هلأ حكينا عن الشارع البيروتي وعن تعليق الرئيس الحريري عمله السياسي وتأثير هيدا القرار على الشارع البيروتي، أنا بس بدي أتوجه لجمهور سعد الحريري تحديدا بهذه الانتخابات وقال لهم أنه رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري اغتيل سنة 2005، والشهيد رفيق الحريري تم اغتياله عدة مرات بعد هيدا الاغتيال الجسدي، اغتلوه عبر اغتيال الجامعة اللبنانية، اغتلوه عبر اغتيال مستشفى رفيق الحريري وتدميره، اغتلوه وقتها شرع المطار مطار رفيق الحريري للتهريب، اغتلوه مرة عاشرة وقتها فجروا بيروت بأربعة آب. بس العتب يمكن هيدول خصوم سياسيين أو أعداء خارجيين، حتى ما نكون نحن عم نحكم ونعطي حكم ظالم ومجحف. أنتوا هلأ يا شعب بيروت، أنتوا يا بيرت يا جمهور سعد الحريري، إذا ما شاركتوا بهيدي الانتخابات بقوة ونزلتوا وعملتوا واجبكم، بتكونوا عم تغتالوا روح الشهيد رفيق الحريري، بتكونوا عم تغتالوا بيروت مرة تانية، بيروت اللي عمر لكم إياها لتحضنكم. بتمنى منهم كلهم ينزلوا ويشاركوا بهيدا الانتخاب. كثير بتأثر وقت أحكي بهيدا الموضوع، لأنه نحن قدام معركة مصرية ما فينا نبقى ساكتين. بس دمعتي كثير، بزعل كثير، بزعل على بيروت كثير. بس يعني
بس حتى يعني هذا الجمهور لمين بده يصوت؟ يصوت لأي شخص هو بيقتنع فيه، لأي شخص بيعتبر أنه جاي يدافع عن بيروت وعن حقوق بيروت. مين استباح بيروت لحتى هالقد زعلانة وعم تبكي عليها؟ مين استباحها؟ كسل أبنائها. كسل أبنائها هو اللي كسل أبنائها، لأنه أنت لما تنتفي المحاسبة جوزيفين بتكوني عم تشرعي لكل شيء. هلأ إذا ما ساهموا بهيدي الانتخابات بيكونوا عم يعطوا صك براءة لكل الفاسدين اللي وصلون لهيدي المرحلة. يعني عم تقولي لهم أنه روحوا انتخبوا مش الفاسدين، طبعا مش قوى السلطه، يعني عم تقولي روحوا انتخبوا مش هيدي من المسلمات، مش لوائح، هيدي مش لوائح الرئيس فؤاد السنيوره، ومش كل انسان صار عنده وعي كثير كافي لحتى يعرف يقرر ويعرف يختار مين لازم ينقي، بيعرف يميز مين الصالح ومين الطالح، مين اللي شارك بهيدي السلطه الفاسده وسرق له مصرياته وجنى عمره وسرق له صحته وهجر له اولاده، ومين الشخص اللي عن جد جاي يشتغل لبيروت وجاي يرجع اولاده اللي هجروا له اياهم ويسترجع جنى عمره من البنوكي. مين هجر ابناء بيروت؟ الفساد والسلطه، والسلطه اللي حرمتهم من ادنى حقوق التعليم. انا بحكي عن حالي، انا ابني عمره 17 سنه كان عمره لما نسافر، لانه ما لقى هون شيء، ما لقينا جامعه نحطه فيها من الغلا يعني ومثله متايل. انا بزعل وقت ابرم على البيوت هلا وشوف ناس عندها حرقه قلب لانه مش قادره تحط اولادها بالجامعات، لانه دور الجامعه اللبنانيه راح دمروها للجامعه اللبنانيه، وهيدا هدفهم، لانه هن بدهم يوصلوا جيل هالقد جاهل، جيل ما يسألهم، جيل ما يحاسبهم، جيل يرجع ينتخبهم لانه عايزهم وعايز خدماتهم. نعم. شكرا لك زينة منذر على وجودك معنا اليوم بهيدي الحلقه، اهلا وسهلا فيك. المرشحه عن مقعد الدرسي بدائره بيروت الثانيه عن لائحه بيروت بدها قلب، يعني المشوار قرب يخلص وبعد جمعتين إذا صارت الانتخاب، إذا ما صار شيء كبير، لأنه هلا بلشوا يحكوا بالكواليس إنه إن الله يستر شو بده يصير، إن شاء الله لا. متفائلين دائما. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك مشاهدينا. أهلا وسهلا مشاهدينا، نحن فصل قصير وبنرجع.